سوف أعطي الكلمة لرئيس السيدة الرئيس. أصدقائي لوليز، أريد أن أشكر الرئيس أوتارا وأريد أن أشكر أيضا الشعب الإيفواري. فأثناء المؤتمر الأول الذي انعقد منذ 17 عام في القاهرة، فنحن لسنا بالعدد الكبير، فقد قمنا بالاشتراك معا نحن ومنظمة الأمم المتحدة في ذلك المؤتمر وفي المناقشات التي تمت فيه، والتي كانت مناقشات مثمرة جدا. فقد اجتمعنا أول مرة في القاهرة بما أن شراكتنا قد تعمقت وتوسعت واقتصادنا يتقدم. نعم هناك تقدم، نعم هناك نتائج، ولكن يبقى لنا كثير، يتبقى لنا عمل كثير لإنجازه. فمنذ عقود فنحن نحاول أن نحسن ونقوم بتحسين الاقتصاد في القارة، والتقدم، وقد أحرزت القارة الإفريقية تقدما هائلا على الصعيد الاقتصادي. وكما أود أن أشير إلى المستوى المتقدم جدا في الاقتصاد الأفريقي والذي حقق، الذي تم تحقيقه في السنوات الماضية. فالتنمية في أفريقيا تبدأ من النشاطات الزراعية، وكذلك المستثمرين الأوروبيين الذين يساهمون في ذلك، في تلك الأنشطة للوصول إلى السوق الإفريقي والمساهمة في تنشيط اقتصاده. فالشعب، الشعوب الأوروبية كما تعلمون هي شعوب قديمة جدا، كذلك الشعوب الإفريقية. فقد ازداد عدد سكان القارة الإفريقية بنسبة 1.3% في السنوات الماضية، وتلك الزيادة كان هي تعتبر زيادة للشباب القارة، مما يعطي مؤشرات جيدة جدا على الصعيد الاقتصادي. فنحن نتحدث عن ثلاث أمور هامة في الاقتصاد والاستثمار، والاستثمار في ظل الحوكمة أفضل والحوكمة جيدة. فكل تلك الأمور هي تعتبر في قلب أعمال ذلك المؤتمر. فنحن قد أتينا اليوم لتعزيز شراكتنا، وذلك يتطلب التمويل الإضافي، طالما قررنا أن نقوم بالتوسع في تلك الشراكة. كما
قمنا بالتخطيط قمنا عمل مخطط استثمار في القارة الإفريقية بتكلفة 4 مليار يورو مثل على سبيل المثال الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إطار بعد القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر المعقد بباريس عام 2015 فيما يخص المشاريع مشاريع الطاقة المتجددة والتي قد تم بالفعل الاستثمار فيها بمبلغ 4.8 يورو. فكما أذكركم أن شراكتنا تمتد ويتم تعزيزها. ويجب علينا أن نعلم أن شبابنا الذين يتولون مثل تلك المهام والذين يتولون الخطط المستقبلية يشتركون معنا اليوم في ذلك المؤتمر. إذن كما قلت فشراكتنا تمتد وتكبر وتحظى بنجاح كما توقعنا بالضبط منذ 17 عام. فقد قمنا بعمل رائع بالفعل وأنا أعتقد أن أفريقيا وأوروبا قادرين على فعل الكثير سوياً.